التحايا لكم مشاهدي صباح الشروق في كل مكان، وهذا هو السودان بكل هذا التنوع الجغرافي اللي بيشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. بيتمنى دائما انه هو يكون الوجدان الجامع للجميع والموحد لهذا السودان، واعتدنا دائما انه نفتح نوافذ الصباح على كل مداخل الجمال، وسعداء اليوم ان نفتح نافذة الصباح على مدائن الحرفة في حضرة واحد من الشعراء الأستاذ الباش مهندس مجاهد الكاروري. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبا بك يا تيسير، ومرحبا بك كمان أستاذ محمد، وتحية لمشاهد قناة الشروق. وأنا دائما بكون سعيد بالاستضافة في قناة الشروق اللي بعتبرها بيتنا، قدمت لنا الكثير وسعيد بها. مرحبا. دائما نحن بنتحدث عن الصباح، يمكن هي ارتباطات مختلفة لأصحاب الإحساس بالذات بالصباح، فخلينا نتحدث الصباح بيعني لك شنو؟ يا سلام. الصباح بعتبر أنه إذا صلح بيصلح باقي اليوم، فالصباح هو دائما رونق البدايات، بس مع فرق أنه هو قابل للتكرار. يعني إذا أنت الليلة يومك بدأ أثر عليك بطريقة معينة، ممكن بكرة تبدأ بطريقة أفضل، أبدر كذا. فمثلا الصباح دي الليلة وأنا ماشي على المكتب الصباح، فزي عصر تريزو في الشارع كده شاكلني لك شكل شديد، قال لي كلام ممتاز. أنا مشيت طبعا زعلان لحد ما خشيت المكتب، فعندنا زميلنا اسمه أبو دجان ربي يطراه بالخير، لقاني في الباب قال لي الصباح لو يبدأ منك يبقى كل اليوم أمان. أنا مبسوط لأس غير كل البيت ده. دي كلام عن إنه الكلمة الطيبة برضو هي ممكن تكون هي دافع إيجابي بالتأكيد. طيب تيسير، سألتك عن الصباح، ما الصباح بالنسبة لك؟ بيقولوا اللغة لا تعكس غير المفهوم، لكن الشعر يحتاج إلى رؤية. ما الشعر؟ ما الشعر؟ السؤال الكبير المؤرخ العالم ده من بدري يعني. ما الشعر؟ ما الشعر؟ في إجابتين بالنسبة لي. في إجابة بتخصني أنا كمجاهد، وفي إجابة بشوفها كرؤيتي العامة. نبدأ برؤيتي العامة. طيب. أنا بالنسبة لي الشعر ضرب أساسي من ضروب الأدب. تمام. ضرب تعبيري، والأدب هو من أهم فروع الفن، فبيرتبط بالفنون والمقدرة التعبيرية. بالنسبة لنا إحنا كناس متحدثين باللسان العربية، الشعر يمكن عنده بعد ثقافي كبير، كان بيمثل يعني صوت القبيلة، ويمثل كذا في جزيرة عربية اللي بدأ منها الشعر، وظل من ذلك الوقت اللي هي آلاف السنين. أنت بتتكلم عن إنه هو عمود راسخ في ثقافتنا، ثقافة كل المتحدثين باللغة العربية، فبيكون دائما مرجعي. بالنسبة لي أنا كمجاهد بقدر أقول لك كل حاجة الشعر، كل حاجة. وطبعا بالنسبة حياة، نحن نقول الشعر حياة. ويمكن دي بتخلينا نفتح أسئلة مختلفة في إنه هو الشاعر، الشعر بالنسبة له أو الكتابة عموما بتكون أبواب للتفريق، واللي هي قلعة حامية للشاعر. هنرجع نتحدث عنها، لكن خلينا نبدأ بنص. نص. أراني كلما أبصرت طفلا على عينيه ذخرفت المعاني، ووالده يمد يدا بحلوى ليشغله بها عن كل داني، وذهن أبيه منصرفا بعيدا إلى غير الصبي ولا الأواني، فيأبى الطفل ذي الحلوى ويبكي، يظل بحجر والده يعاني، فما أقسى هدية قلب لاهن لقلب فاض بالشوق المصاني، فكيف أراك نهج من جمال وحلوى للفؤاد ولا تراني. يا سلام. جميل. الصور في القصيدة، تخيل لي ده عظم فقري إذا جاز التعبير، يعني القصيدة يكون فيها صور. يعني مثلا حميد بيقول في وصف المغرب العادي ده، قول يا كركدة يطلع ترشق ناقع عصير النيل ملاك عند المغارب لا تحد. أنا شفت المغرب بس، يعني أنا فعليا شايف المغرب، الشمس عاملة كيف، الشفق ده بالتحديد، يعني ده وصف حميد. الصورة في الشعر نتكلم عنها حبة. أنت طبعا ذكرت الصورة ذاتها اللي هو أستاذنا الراحل حميد، واحد من أساطين الأدب الدارج السوداني، ويمكن مرجعية بالنسبة لنا في الدارج السوداني. نعم. هي الشعر بيناقشوا نحن، يعني في مدارس نقديه بيتناقشوا، بيقول لك المبنى والمعنى، هي بيتكلمون من يعني المعنى جزء من الحاجات اللي تكلموا عنها في وصف الشاعريه،
مثلا من الادوات بقول الصور تمام، لانه في حاجات ثانيه مثلا في السيميائيه في لو الشعريه هي لا توصف، ما بتقدر تقول الشعريه هي كذا، لكن في حاجات تحسن منها جمال الصوره، منها بتهاش المفرد، ممكن شاعر يتفشك مثلا بانه يجيب معنى يعبر عن معنى هو جنبك طوالي ما قدرت تعبر عنه انت. الصوره دائما بتكون هي الطريقه الاكثر انه تصل يعني يصل الايحاء بتاع الكان في نفس الشاعر. في دروس البلاغه كالتشبيه كذا لكن الصوره بقت بتعكس حاجات كثيره جدا. الشاعر ممكن بمهارته يستخدم تصوير معين يعني يختصر لك به معاني كثيره جدا وكلام كثير كان ممكن يقول لوصف نفسي المغربيه في حالتك مثلا. فنحن بنظل نقول انه الصوره عمود اساسي لما نيجي نتكلم عن المعنى في القصيده، يعني مرتبطه يمكن بجانب الخيال بشكل خاص، اللي هو كل ما كان الخيال اخصب بتكون الصوره متفرده او الخيال متفرد وغيره، وجوانب مختلفه للمغذيات بالنسبه للشاعر. عندنا سؤال مفتوح يعني بيتحدثنا عن انه الشاعر عموما الكتابه، معلش انا في المقاطعه انا ما في حته ما ادري امشي فيها، ده كان نقاش يمكن زمان في شعر الجامعات قبل 11 12 سنه. فانا ما ادري يعني يصل للمتلقي انه القصيده هي الصوره وكذا، لكن الصوره هي يعني سبيل من سبل يعني اظهار الشاعريه وال نوع من الشاعريه. وطبعا زي ما قلت الموضوع طيب في قصيده النسر والغيام القايل والقصيده الجديده لسه، لكن والله انا ابتدرت الليله معانا بالفصحى. شنو قلت في الدارية وقلت بالداري؟ اقول بالداري يا ريت. يمكن في الداري ده واقع الحال، برجعني لها قصيده واقع الحال حاليا في البلد يعني. للاسف يمكن تذكرت ايام كان انفصال جنوب السودان، في الزمن ده كان كتبت سلام فللتشابه ممكن نقول في ذاته. فاشعاري اتكتبت فيك نعم، واوراقي تلطخ لونه يا عزة منو اللي بحميك وبعديك منو اللي بيبكونا، ما شلنا سراح الريدة حاربنا العالم كله، أصبح كل اللي ما بيكي بعدين بخاف من ضله، لكنه سلاحنا تكسر في زمن يتغير ناس، وما هو العالم بتطور والريد يتهدم ساسه، والناس دي الناس يتصلح زوجه والله يتصلح زوجه قدام الناس الفوق ملعون القرش الزايل، وبقت بتخاف من الله لكن قدام خلق الله وبراها تسوي فعايل، وخاتيك في جوا قلبي باني لك انا قطيه، هجر وصحيطتنا تهدى يوم صبت مطره قويه، فمن وين حق الخرصانه ابنيك حداي من ثاني يا عزه ترجب خانه عدمت القرش الفاني، من قمنا او من قمت النيل يا عزه من قمت النيل شاقيكي من ساسك حدت راسك، لكن ناس حاسدنك دايرين يتقسموا ناسك، والنيل ده النيل كيفين يتقسم. يا سلام عليك انت يا لو يوم اولادك مره يا اخي لو كان اولادك مره فكروا في النيل واسراره، نيلين ازرق والابيض يا عزه قالد وساروا، ما دخلوا زول بيناتهم او صيغه كلامه منظم، والنيل يا عزه تقدم وده النيل كيفين يتقسم. كيف تعرف درجتنا سمحه وطعمك؟ ايوه سمحه سمحه سلسه والله طعمه ساي والله طعمه لكن ساي احنا ما عارفين كذا، ناس الفصيح بزعلوا منك والله ما احنا ما بدنا نجعز والله. والتعبير في حد ذاته هو ما اي انسان قادر على انه يكون معبر، وانت بتعرف انا ما بخلي اسئلتي يعني بمشي بها سؤال مطروح في انه هو الشعر او الكتابه عموما تفريق او هي حمايه للشاعر؟ ما في خيار ثالث، انا والله ما شايف لا يعني. طيب الشعر زي ما قلنا كبير هو ضرب من ضرب الفنون، الفنون ممكن تكون تعبيريه بيعبر بالغنى بالموسيقى بالرسم كذا، فاكيد فيه جانب التعبير. طيب لكن المشروع بتاع القصيده ما بيكون لشاعر عنده مشروع، فقط وسيله بتاع التعبير، اكيد هو ما حمايه. مرات الشعر بيكون مجلبه لمضار كثيره للشاعر، خاصه اذا كان عنده قضية معينة. مثلا هنا بنذكر مظفر النواب، بنذكر الشاعر ثوري مثلا، ده بيتعرض لمسائل من الحكومات ومن الكذا، لكن الشعر هو وسيلة تعبيرية لكن لصاحب المشروع الحقيقي. التعبير ده بيمر بأدواتك اللي انت اكتسبتها عن طريق الزمن الطويل، وبيطلع كمنتوج، ما فقط تعبير، كمنتوج أدبي
وجد لي ظل يعني ويضيف لي المكتبة. قالوا الزمن طبعا، لكن برضو في واحد قالوا الزمن دوار رجل ما بخلونا، قالوا الزمن انتهى. التهويمات يعني في ناس لما تقول لهم الشير والشاير طوال، بحيث لأنه انت لازم تقعد جنب البحر كذا ولازم يكون في جرجير جنبك كذا. لكن انا عارف انه في قصائد كتبت في السجن يعني، وفي قصيده كتبت في اسانسير، وفي قصيده زي ما اقول الراحل حميد برضه القصيده دي الشوكه الخازنه بتقعد تعلمك في رجلك دي لحد ما تمرق 200 ده ما موضوع ما قال لي بحر ولا. انا بقول الكلام انا ما فاهم ما شاير، لكن صحيح الكلام ده ضروري البحر وراس البيت ده يعني. هو البحر سمح ربنا ما بنذكر يعني طيب. المسألة لكن بتختلف من شخص للآخر، هي في الآخر هي تداعيات يعني. قصيدة أحيانا بتفرض نفسها، إذا فرض نفسها في زمان معين أيوة أنت أيوة أنت حتكتبها أينما كنت، إذا كنت في الأسانسير ولا كذا. برجع لكلام المشروع إنه الشعر بمرحلة من موهبة طيب وتداعيات وضمن أخير وكذلك. لكن لما يكون عندك مشروع أنت لحظة مقدمة القصيدة دي بتستقبله بوضع الادوات المناسبه تطلع بها المنتوج بتاعك. الا حكايه القصيده جاتني وقمت طوالي كتبتها دفقي تعبيري، دي كانت في زمان. الان بقينا نتأنى قليلا انك تكتب حاجه بتكون مسؤول منها وبتحاول تخليها تحمل كل الالم. صح، ونحن يعني هذا الدفق منقطع عن المنابر الشعريه وعن المنتديات لزمن طويل، حرصنا انه تكون معانا اليوم في صباح الشروق، ويمكن كل اللي بيسمعوك بيسالوا عن سر الغيبه يعني. بيسألوني هنا وبيسألوني مرات برضو بشكرهم وقدم التحية اللي بيتكلموا عن بيسألوني برضو في الفيسبوك والماسنجر وكذا. هي مشاغل كثيرة منها مشاغل الحياة وغيره، فإن شاء الله لنا عودة نتمنى بدعمكم، ونخلي إجابة مفتوحة إن شاء الله بنرجع. نخلي النهاية قصيدة نقول كذا بيت. طيب تعالي 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 نلتقي سرا بأحلامي وأخيلتي لأفصح عن هوى قلبي وعن شكي وعن ثقتي فصيح في المنام أنا فهل جربتها لغتي يضيق الوقت حين أراك أبحث عنك أبحث فيك عن سعتي تعالي واطبعي طيفا حيالي منك أو ذكرى تعالي نلتقي سرا إذا ما شئت أو جهرا فسيان لدى قلبي وجودك كائنا حولي وبعدك يا أنا دهرا فغرسك داخلي أصل يمد جزوره تترى فأنت كمثل أنفاس يعد مليكها ميتا إذا ما غادرت صدرا تعالي واعلمي أمرا فقد فتشت أوردت وجدتك في شراييني تضخين الهوى سرا بحثت جميع أوراقي وجدتك دون سموتي ملأت تكويني فقد أخرجت من ضلعي كما علمت في ديني فأنت جميع أشيائي وحبك نشوتي الكبرى تعالي واسبحي شوقا ببحر العشق في جوفي وقوديني لبطن اليم وانتزعي به خوفي لأملك كل قافيتي وأستدعي لها حرفي وأمخر في عباب الوصل من وصف إلى وصفي أيمم وجهنا شطرا تعالي نلتقي فخرا كما النيلين في وطني ونجعل نعلن بيننا للحب عاصمة يعيش بها المحبون ونمضي إذ توحدنا نوزع خيرنا للناس نحميهم ويحمونا وعين الله تحوينا ونمضي في الدنا ذخرى أحبك لست ألفظها لضعف في معانيها فلا تستطيع أن توحي بعيد شعور صاحبها إذا ما كان يعنيها. شكراً لكم، شكراً لاستضافتكم الكريمة، شكراً جزيلاً، شكراً لحضورك اليوم على شواطئ الحرف، ونحن بنتمنى دائماً أنه تكون حاضر في مختلف المنتديات في مختلف المنابر. يقيننا أنه هو ده أيضاً مشروع حياتي لمجاهد الكاروني، نتمنى أنه يكون موجود. زمانك قال انتهى. بنحييهم كلهم الموجودين معانا اليوم، رشا وكل الشباب الموجودين، فكانت حلقة من بدايات صباح الشروق اللي بتمنى إنه كل اللي بيشاهدونا يتواصلوا معانا في مختلف البدايات وفي مختلف الحلقات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، مشكور جدا، يديك العافية، بنتلاقى ثاني وثالث ورابع إن شاء الله يا رب تيسير. شكرا يا أخي.
شكرا والله، سعدت بالرفقة اليوم. شكرا لكم مشاهدينا، يتواصل هذا النبض الصباحي في أيام مختلفة وعلى ضفاف مختلفة. دائما من خلال الصباح نفتح الأبواب على كل المساحات للأخبار السودانية، للموروث الثقافي السوداني، لنبض الحياة ونحتفي بالسودان الواحد إنسانا وأرضا ومختلف تحديات المرحلة. يجب أن نكون دوما نحن سودانا واحدا في أمان الله. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعة، اللي بكم بروحكم وبعدين المشهد. مع السلامة. نسوي جودية نسلي شوكاي، الحريب طالنا والسلام هسه يغشانا، الحريب